لان مشاهدينا حابين هيك نحطكم بصوت الجو كيف حيكون خلال الايام القادمه، وهل نهايه الاسبوع في رحل ولا فيش رحل، رح يرجع منخفض جديد ولا شو القصه؟ خلينا نطمن اولا باول، واسمحوا لنا نرحب بالراصد الجوي في دائره الارصاد الجويه الاستاذ صالح الشياب. استاذ صالح مساء الخير. مساء الخير استاذ نائل، ويسعد مساء اخواننا اللي معك. الله يسلمك بارك فيك. بدنا نطمننا كيف حتكون الاجواء خلال الايام القادمه ولا نهايه الاسبوع بدايه الاسبوع القادم، يعني تحكي لنا اللي بده يروح رحل وين يروح، كيف حتكون الاجواء، دافيه مش دافيه؟ حطنا بالصوت. ان شاء الله ان شاء الله. بدايةً أعزائنا أسعد الله أوقاتكم. طبعاً اليوم في ساعات المساء والليل بتتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، وبتتكاثر الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وبإذن الله ومشيئته تسقط زخات متفرقة من المطر في أنحاء مختلفة من المملكة. يتوقع أن تكون أستاذ ينال خلال الساعات المتأخرة من الليل وساعات فجر الخميس غزيرة على فترات ممكن يسحبها حدوث الرعد، وأحيانا خاصة في جنوب وشرق المملكة، يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة. طب عمان، عمان فيها برضو نفس الشيء؟ عمان الوضعية وضعية حالة عدم الاستقرار بتكون خفيفة، لكن متوقعين أمطار خفيفة في مناطق عمان والزرقاء ومناطق أيضا جنوب عمان. جميل. ان شاء الله طبعا يوم الخميس غدا يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقاء المملكة تحت تأثير حالة عدم الاستقرار وأجواء لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة. دافئة نسبيا أخي ينال في الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة، هناك ظهور لكميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وبمشيئة الله تسقط أمطار متفرقة في أنحاء مختلفة المملكة يسحبها الرعد أحيانا في بعض المناطق، ورياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدل السرعة ممكن تنشط أحيانا تكون مثيرة للغبار خاصة في المناطق الصحراوية. ويوم الجمعة أيضا هناك انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء المملكة تحت تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي، وتظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وبمشيئته تسقط زخات متفرقة من المطر في أنحاء مختلفة من المملكة. يتوقع خلال ساعات النهار أن تكون الهطولات في المناطق الشرقية بالذات غزيرة، نعم، على فترات مصحوبة بالرعد وتساقط البرد في المناطق الشرقية من يوم الجمعة. طبعا رياح شمالية غربية معتدل السرعة قد تنشط على فترات تكون مثيرة في المناطق، مثيرة الغبار خاصة في المناطق الصحراوية، ونخص بالذكر الجنوبية الشرقية. طبعا أخواننا المواطنين اللي بيحب يقضي نهاية الأسبوع خارج المنزل، ننصحهم بالتوجه إلى المناطق الشمالية والوسطى الغربية، وهاي مناطق أخي ينال بتكون حالة عدم الاستقرار ضعيفة جدا فيها، وكميات الأمطار اللي متوقعين هطولها بتكون خفيفة جدا. أما هي حالة عدم الاستقرار تركيزها راح يكون على المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية والشرقية من المملكة. جميل جميل. بداية الأسبوع القادم واضحة معكم كيف؟ يعني اعتبار من يوم السبت هناك ارتفاع على الحرارة، أجواء ربيعية ولطيفة في أغلب مناطق المملكة أخي ينال، دافئة بتكون نسبيا في الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة، هناك ظهور للغيوم على ارتفاعات مختلفة بإذن الله، بتضعف حالة عدم الاستقرار وبدأ الجو يميل إلى الاستقرار التدريجي بإذن الله. على خير على خير، كل الشكر والاحترام، تحياتنا لك يا أستاذ صالح الشياب، شكرا جزيلا، الراصد الجوي من دائرة الأرصاد الجوية، شكرا على يعني هذه المعلومات الحقيقة. إن شاء الله لسه الأسبوع الحالي ونهايته مش كثير مغري بالمناسبة للرحلات، لكن الأفضل بمناطق الشمالية أفضل من مناطق الجنوبية والشرقية. بداية الأسبوع القادم مرتفع، على خير، الناس هيك اشتاقت شوي يدفى الجو وتقدر تتحرك تطلع براحتها بعد يمكن 4 شهور ماضية كانت شتاء متواصل. الحمد لله، نعم الله سبحانه وتعالى على بلدنا، وإن شاء الله نستفيد منها على مستوى يعني محصول الزراعي الزراعة، وعلى مستوى برضو ما تنقطش المي بالصيف، هذا أهم شيء بالنسبة يمكن لكثير من المواطنين. وقفة قصيرة ومن بعدها نذهب إلى الملف الفلسطيني.